اتفضل يا كريم. بجد التحيه من جديد ليك يا كابتن ايمن شوقي. طبعا فوز مهم جدا السوبر الافريقي رقم 7 في دولاب بطولات النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، كابتن سيد الحقيقه ببارك لك. لعيبه رجاله كالعاده تلاحم كبير، ضغط كبير، بنطلع من بطوله ندخل في بطوله. حابب تقول لعيبه النادي الاهلي وعلى السوبر الافريقي في دولاب بطولات النادي الاهلي؟ اقول لهم الحمد لله طبعا على كل شيء في الاول، نحمد ربنا سبحانه وتعالى، ربنا كريم جدا معانا وادانا في مباراتين صعبين جدا، مباراه سان داونز والصعود لدور الاربعه، والنهارده في السوبر الافريقي البطوله اللي كانت زي ما انا قلت بعد المباراه على طول غايبه بقى لها 7 سنين تحديدا من فبراير 2014 لحد دلوقتي. بطوله مهمه جدا جدا، بطوله قاريه مش بطوله عاديه يعني. الحمد لله على كل شيء زي ما انا بقول دايما يعني، المكسب حلو وجميل وفرحته جميله جدا جدا جدا، خلينا نفرح ونبسط وكل شيء. لكن قبل ما نخرج من الملعب الجمهور بيقول الدوري اهلي، قبل ما نخرج من الملعب يعني، فهي دي المسؤوليه بتاعت الاهلي يعني. ان شاء الرحمن نبقى قدها باذن الله، ونرجع ان شاء الرحمن نعيد حساباتنا بشكل كويس على المستوى المحلي ان شاء الرحمن. جمهور النادي الاهلي الحقيقه رغم قله العدد يا كابتن سيد، لكن يعني كان ليهم دور كبير الحقيقه، الدور الاداري موجود والدور الفني موجود، لكن حابب تقول للجمهور حاجه تفرح وحاجه جميله وحاجه ممتازه يعني، ويا رب ان شاء الرحمن باذن الله تكمل على خير دايما يا رب باذن الله تعالى. قول لكل اللعيبه يا كابتن سيد، اقول لهم شكرا وان شاء الرحمن اللي جايب افضل باذن الله تعالى. شكرا، سلام عليكم.